تعالى أخت محمد من المملكة العربية السعودية تتساءل: ألم يجدك يتيما فآوى؟ لم يسندها إلى الضمير الكاف، يعني لم لأنه قال يجدك ووجدك، لم يقل فآواك مثلا. ألم يجدك يتيما فآوى، ما قال فآواك، ووجدك ضالا فهدى هو فهداك. آوى متعدي متعد بذاته. طبعا. طيب، قال تعالى: فآواكم وأيدكم بنصره نعم وفصيلته التي تؤويه. تؤوي آوى آوى إليه أخاه، أخاه سيدنا يوسف. آوى متعدي، نعم، وهدى متعدي. يمن عليكم أن هداكم للإيمان، صحيح. لكن الحذف للإطلاق، يعني ألم يجدك يتيما فآوى، فآواك وآوى بك وآوى لك. الله، نحتاج أن نفهم أكثر. لإكرام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، آواك أنت، آواك هو آوى بمعنى ما نصر مثلا، احتضن، دافع عنه بهالمعنى، يعني كان ليس له من يساعده ينصره، فكان آواك كنت يتيم، آواك أنت. طيب، آوى بك، آوى بك بالتعليم، ما هذا أنت بسببك، بما تقدمه، بما جاء في الإسلام، خلق كثير آوى بك خلقا كثيرين من اليتامى والمحتاجين، صحيح، به بسببه، وآوى له لأجله، يعني ناس يفعلون لأجل رسول الله عليه الصلاة والسلام مثل الإيواء. فإذا هو آواه وآوى به بما 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 جاء في التعليمات التي جاء بها في الكتاب والسنة، نعم، وآوى له لأجله. لو قال آواك ما راح يكون إلا معنى واحد، صحيح. فإذا هذا يسموه الإطلاق، والإطلاق هذا يكون من يعني من أمور التوسع في المعنى، واحد من الأسباب يسمى التوسع في المعنى. واحد. والآية تحتمل الثلاثة أيضا طبعا، هو يعني آواك وآوى بك وآوى لك، وهداك وهدى بك، خلق الخلق صحيح، وهدى لك. طب، في أول السورة: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، لم يقل قلاك أيضا، غير هذا، هذا من باب الإكرام. كيف؟ ما ودعك هو التوديع، يكون بين المتحابين. صحيح، التوديع، صح. ودع هريرة إن الركب مرتحل، ودعته وبودي لو ودعته وبودي لو يودعني صف الحياة وأني لا أودعه. نعم، توديع. فلما قال ما ودعك، يعني كما يفعل المحب حبيبه. نعم، صحيح. ما قال وما قلاك، أراد أن يكرمه. يعني أنت الآن تقول للواحد، تقول له والله، ما تقول له أنا ما سبيتك ولا شتمتك، ما تقدر تقول له تواجهه، والله تقول له أنا لا سبيت ولا شتمت ولا كذا. إكرام، هذه أرقى، إكرام له من أن يواجهه بفعل السوء، لأن القلى بين المتباغضين بخلاف التوديع. القلى متباغضين، صحيح صحيح، والتوديع بين المتحابين. ما ودعك ربك وما قلى، لما القلى يقول له ما قل له ما قلاك، في وجهه بالقلى ويذكره بالقلى إكراما له، قال وما قلى. سبحان الله. فهو يعني إكرام في ذكر المفعول في ودعك في التوديع، وفي حث المفعول في القلى. وهو هذا واضح الآن، قلت لك يعني مثلا واحد يقول له انت ما يقول له سبيتني، يعني اكراما لنفسي، انت سبيت واشتميت وكذا، قل له والله لا ما يقول له ما سبيتك ولا اشتمتك ولا كذا، صحيح. يعني هذا قل له والله انا لا سبيت ولا اشتمت، يعني اكراما واجلالا له من ان يناله الفعل. جميل، يبقى الحذف هنا غرضه الاكرام والاجلال لشخص الرسول عليه الصلاه والسلام، وذكر المفعول فيه ودعك ايضا الاكرام باعتبار محب له. فإذا في الحذف والذكر هو إكرام، إكرام في الذكر في توديع، وإكرام في الحذف في القلة، صحيح. لكن في ألم يجدك يتيما فآوى، توسع الإطلاق، ووجدك عائلا فأغنى، أغناك وأغنى بك وأغنى لك. سبحان الله، طبعا.
أغنى بسبب خلق كآخرين كثيرين. صح. وإذا لفظ الإواء والهداية والإغناء متعدية متعدية في الأصل، لكن قد كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.